احنا مستمرين في متابعة ما نعد به المشاهدين، يعني زي ما بنعد لازم كمان نصور اللي وعدناه انه تحقق وتنفذ على ارض الواقع. كان جات لنا شكوى من السيدة وفية محمود، زي ما حكت لنا كان عندها 59 سنة وفقدت زي ما قالت كل اسنانها، ما بقتش قادرة انها بتاكل، وزنها قل بصورة مخيفة، كانت محتاجة تعمل تركيب عناصر متحركة للاسنان بتكلفة 16,000 جنيه على ما اذكر. الحمد لله البرنامج بالتعاون مع مركز الرضوى للأسنان قدرنا نعمل لها المرحلة الأولى من العملية، وحنفضل مستمرين معها في باقي المراحل لغاية إن شاء الله ما تقوم بالسلامة. تعالوا نطمن عليها. يعني ان انا جيت المركز هنا لاني بعاني بقالي 6 سنين بعاني من سناني، والظروف ما تسمحش ان انا يعني اركب سناني، وكانت تعباني جدا، مش ما بعرفش اكل، ما بعرفش امضغ، وبرده جالي عصر هضم، عصر الهضم دوت جاب لي يعني ضعف في الجسم. والحمد لله يعني ان انا التقيت ببرنامج عظيم زي برنامج واحد من الناس، بعتني مركز الرضوى، وكان المركز طبعا استقباله عظيم، وربنا يبارك لهم وربنا يبارك فيهم واللي بيعملوا الخير، وربنا يبارك لبرنامج واحد من الناس اللي هيكمل لي هيكمل معايا يعني المرحلة ديت. أنا زوجي الحاجة وفية ما كنتش بقدر أوديها لأي، كنت تكلفة الدكاترة برة كانت مرتفعة قوي، ما عنديش وقالها كام سنة، لما تواصلت مع واحد من الناس وتواصلوا بيا وحضروني هنا في مركز الرضوى انا ما بقتش مصدق، كنت انا سعيد فعلا فعلا، واحد من الناس مصدر السعاده للناس. احنا النهارده عندنا حاله استاذه وفيه، هي محوله من برنامج واحد من الناس. الحالة بتعاني من فقدان أسنان في الفك العلوي بالكامل، هتحتاج إلى تركيبة فليكس للفك العلوي والسفلي وعلاج بعض الأسنان في الفك السفلي. الحالة للأسف جات لنا غير قادرة على الأكل تماما لعدم وجود الأسنان. الحالة هتتكلف في حدود 16,000 جنيه، وطبعا بالتعاون البروتوكول برنامج واحد من الناس الحالة هتتعامل بالمجان بالكامل، ومستعدين نستقبل جميع الحالات من برنامج واحد من الناس ودكتور عمرو الليسي.